السفارة الروسية في لبنان حفل استقبال في فندق الكورال بيتش لمناسبة العيد الوطني الروسي. حضره ممثلون عن الرؤساء الثلاثة ووزراء ونواب وسفراء دول عربية وأجنبية وشخصيات دبلوماسية وممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية وشخصيات سياسية وثقافية واجتماعية وإعلامية ونقابية. استهل الحفل بالناشدين اللبناني والروسي، ثم تحدث السفير الروسي في لبنان ألكسندر زازبيكين فرحب بالحضور ولفت إلى الدور الذي تلعبه روسيا في الشرق الأوسط لناحية تعزيز السلام الدائم والحل العادل للقضية الفلسطينية. وعن الأزمة في سوريا أمل السفير الروسي بحل سياسي وإنهاء العنف فيها وتعزيز مبدأ الحوار بين الأطراف المتنازعة والعمل على إنجاح عقد مؤتمر دولي. ودعا زازبيكين الأطراف الإقليمية والعربية إلى المساعدة في هذا الموضوع والضغط على الأطراف المتصارعة من أجل إنهاء العنف وإيجاد حل سلمي. كما أيد أعلان بعبدة كأساس للنهج السياسي للدولة اللبنانية، مشيدا بالإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية وخصوصا الجيش اللبناني لمنع الفتنة وتنقية الأجواء.